آمين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد في الدنيا والآخرة. إلهي ما مهضر نسكال سبحانه وتعالى نوغو نعميين نعموين أن ترى لهين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة أوقع لسنة إلهي النسي مركونا أبوري عقلنا النسي، ونعمة الإسلام والإيمان والهداية والتوفيق. هذا إنو نوافجي علمي الشريعة إنا وحكبر أنه علمي كي أوقع لسنة القرآن الكريم وعلومه ما عاد كان نمبر كيسن مع ترتيل الإقراء والدراسات القرآنية. إلهي فلي قلبت أو خميسة بشة ذو القعدة صومالدنا قار سيدة تالوية قانان تضبضة بشة ذو القعدة كنا أفر بغل أفرتني إلا بهجري كوبيغا تاريخنا ميلادي قدهان تضبية طبنك بشة جون لباكن لباتني كو وحينو قبل الله وانا يمعت يا نمبر كيسا مع ترتيل الإقراء والدراسات القرآنية كتاب نحوه ومي عسل المقدمة الأجرومية اختصارا مركا قارنا متن الأجرومية. علمي النحو ذو علم مهمة إن شاء الله تعالى ما دام ما أنت آل إسكوب بذنية هاي وأرضب بذن سوا حاضرتي وحنجي على هنا أنسدح كلمة كسو كوبة قيب توقوه الرئيس أهمية النحو ذا إنا وحكر لها النحو ذو مهمة دا إلا ذا هاي قيب تكوب هذا حانجع لها إن شاء الله تعالى إنا وحكر لها أهمية النحو نحو ذا مهمة دا إلا ذا وحكم ذا قيب تلبات قابك وكتابك النووص عن دون قيب تصدحات أرضا كتابك الرب تأينا يكوت حنتو waxaa looga baahan yahay oo ku tacalluqa barashada cilmiga naxwada oo wax adduunye ahayna ah wax u sahlaya cilmiga inay bartaan. Ahmiyatu naxwi naxwada muhiimadeeda culimo badan baa ka hadlay. Annaxwu lahu ahmiyatuhu annaxwu lahu ahmiyatun baaliga id bihi yucrafu sawaabu lkalaami min khada'ihi ويستعان بواسطته على فهم سائر العلوم. نحو ذو وحيلاد هي أهمية حال دار أهمية دا وحاكم ذا نحو ذو وحالو قرتا هذا الكسحن صوابك هذا الكسحن توصن إياك خلدان خلدك يلوك لقرتا هدون إن إذا قام زيد إنه سيسح وهالله وانقرن قام زيدا بوير أما قام زيدين وحان لنا محاد كوكر إكتي زيدا محاد كوهصب إكتي مارك النحو ذو إذ به النحو ذا صوابت هذا يعرف وحالقو برتا النحو ذا صواب الكلام هذا الكتوصن من خديه مثل خلتك أيا لك الصعبة وفائيد هذا الكسحن يكا خلدن يذكوك لبرانيسا واتكال سوى عيسى فإذا اللباد ويستعان بواسطته على فهم سائر العلوم نحو ذا وحالوك الميستا إن لغو فهم علوم تردن علوم تردن باتكو فهميس القرآن الكريم قرآن الكريم كتفسير كيسا علوم تي قرآن كحديث كي علم الحديث كي سيرة دي فقهي علوم تشرعي وردن علوم تشرعي عضو تردن باتكو فهميس وألبا فإذا واد أركت هذا الكسحن يكا خلدن نحو ذا كو كالباريس وهاد كالوضو كالميسان يسا علوم تشريع عضو دن انها تكفان علماء بضان با مركا كهل لي سلفا وخلفا علماء ذي هوري يكوي دن با عمر بن الخطاب رضي الله عنه حال لوري انو يري صحابي جليل كاو من الخلفاء الراشدين كم ذا خلفاء ذي افر تاهيد تعلموا العربية فإنها من دينكم واللغة العربية برتو يدين تيني كمت تعلموا برتا العربية اللغة العربية برتو
فإنها لغة عربي من دينكم دينتي نيكمت هاي دينتي نيكمت واي إمام الشافعي رحمه الله تعالى مذهب كان سومالي ذو بضان تاي شيخ إمام كوا مذهب كاس محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وحير من تبحر في النحو اهتدى إلى كل العلوم روحي النحو ضبط كل نقضية آذ أبرت علمي ونوى أفوضان هيا وحل التجربية من تبحر في النحو نحو ذا روحي بط كل نقضية بط آذ أبرت اهتدى واهنوناوي إلى كل العلوم علوم تطن وكو هنونا علوم تطن بأفوضانيس ويكون سهل إيسا أبو إسحاق الزجاج ننك اللي وحير وحان مغلي مبرد ننك اللي يراهدو وعلم ذي اللغة دمي من أئمة اللغوي مبرد قوله كان بعض السلف يقول عليكم بالعربية فإنها المروءة الظاهرة حي مبرد وحوديه جريبي وعن مغلي سقول واللغة العربية لازمة قبنمي يا شرف موقتة تاسي كجرتاه شرف موقتة مداسي كجرتاه اللغة العربية لازم نديه جريب شاعرك وحير وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن علوم تهدى طلبت ويري كأهوين أو ضهدي إيشاك علوم تكأهوين فأجلها نفعا حاجة نفعك وحا أهوين مقيم الألسن مدك عرب كالتوسوي نحو ذو شاعرك لوحي والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل سنف من ضعام يحسن نحو ذو مثل الملح وعصب ذوكا راشين كاستوذ كوريدو أضوان كابادين راشين كا ويوناجين إيساب ها نحو ذو مركز ساساد وقكا افتومينيو شاعرك لوحي من فاته النحو فذاك الأخرس وفهمه عن كل علم مفلس وقدره بين الورى موضوع وإن يناذر فهو المقضوع رنتي وحلا أركيو وحين من فاته النحو روحي نحو كتكت نحو الآن نقضى فذاك كاسي الأخرس أفلاو وي وانين أفلاو نهل لكرينوك ها قوبها رقو علم علم هذا اسكوه ما يا ليت إنو عم مساو دانتال ليه هدوها موقت مارك من فاته النحو روحي نحو ذو كتكتوي فذاك الأخرس أفلاو وينين أنهل لكرينو وفهم وفاهم كيس عن كل علم علم كستو فهمنا مفلس فقير بكيه سيد وقو عن وريرة أمبوحو فهمايا سيد وقو عن وريرة وخلدان وانصحنين وقدره شرفتي سبين الورى مخلوق دحي سر موضوع والا ديقو دولك يتالاب شرفتي سنو دولك يكون نعب وإن يناذر دوض هدوغ لفهو المقضوع ودبقو أن يهيو نوود ما تنكا قرأت وهي هذو ضاد قالنا هاتواي هاتوا من تغن نه هذا الكود يغسين كريم وهذا كله محد كودا محد محل هاي وإن ينادر فهو المقضوع شاعرك لو حير النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى من لم يكن يعرفه من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت النحو نحو ذو زين قروح وحيوتها ويل الفتى ويل كان ليرضع اللي هو لغة القبصنع ويل كان ليرضع الشرف يقروح وحاوه ينحو ذا يكرمه حيث أتى مالك صوء تغير نحو ذا ساكرامين وشرفيس من لم يكن يعرفه ننك النحو قرنين فحقه حقي سوحاوه أن يسكت إنو آمسوه إنو آمساور نهدو توحا وحلقا إنو كدقا قهول هاليس بوقت وليو المحاكوه محاك هو يا مركا فحقوها أن يسكتها إنو آموسا أرم إمام كسائي وادقران إيسان دين عن اللغوية دين عن التضبض قراء بكجرة القراء السبعة التضبض قراء التضبض قراء إمام شادوي فمنهم بدور سبعة توسط التضبض أسو كم إذا كسائي قارهان صدح يكوفين تكسي جرة وحوية أيها الضالب علما نافعا أضرب النحو ودعا كالضمع إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتفع نين كان ضلبا يا علمي يو علمي نفع لهذا دوني سوي إلا تشت
نحو الراذوي طمع كلام يراها كلام وحبيت جيرينا سكدة نحو الراذي نحو ذا واحد كوفا ميسا تفسير كي قرآنك أحاديثي بعد كوفا ميسا إنما النحو قياس يتبع نحو ذا قياس للراعو وبه في كل علم ينتفع علم كاستنا نحو ذا صلوه انتفاعه كوغارسين يسو كو سهليس أرنت الله بعد وقتين نظم الأجرومية مع عمريد بي سومالي ودها وكير والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم نحو ذا أوها بومب يوحلق بالله ببرش صوته هذا السيفي عن ما فهم يسيد بي نحو الآن والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم والنحو النحو أيا أولى هبون أولا مركك بعد أن يعلم إن لأغا إذ سببت وحاوي الكلام هذا دونه نحو الآن تيذا لن يفهم لما فهم فهما صحيحا أو لن يفهم أصلا أما لما فهم مركا وحاكروا علمادوا آذ وغديين تاوى بعض فوائد النحو أما بعض فضائل النحو نحو هذا شرفت هذا يا فضائش يا فائدوين كذا قار كمي وهي علمادوا دين عكلا كديين هدو روح النحو الآن نقض والنحو ذي يسجر ويرى تفسير بانجلي أما حديث وأصلين كي محادعك أسمعي بها مش سلدا قال وقال الأسمعي رحمه الله تعالى إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار رواه البخاري ومسلم شيخ دقنين أضق ببحي أسمعي وحوير وحل يقعب سبذينها وحاوي آذ وقبقاي أردد علمي إنكونا حرتا عن دهنا دادك علمي الضلباي هدوس الروحة علمي الضلباي نحو قريني ننبوي وحان كعب سنبوي وكبقيا إنه صوغل هذا الكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم والنبي وي روحي يغبين أبورته كسنا يغبين أبورت كس هاو ديار قروة ها ديار سدفده سنار تماشو كفر إسان الله والعياذ بالله وميل قنيد بعد كرد اجتماعنه با إسبدل صراط الذين أنعمت عليهم بل إسكوغا أنعمت تاذا كرد هداد قدام حين نقنس سو معنيه اتنم فساد هاي ها معنيه تنسو فساد ماي اما وابد هوس ريكت سبحان الله معنيه تنسو فساد ماي ها مركه وحي وحا انو او عبسي بدن هي وحا وي دادكا النحو ده غيرني علمي شريعه ده ربوي انو برتو اما او دحد دد بان بريا انو حديث كا سو غلا ما كبق مساله لبادن غلينا وا سبب وضع النحو نحو ده ان لدجيه ما ها سبب اها يا رب الله بين نحوذا نحوذا إن لدجيو يا بالله بي محانا السبب أها لبا السبب بي شيغان انتو علماء انتو وضبضان مذو هاوي ننك نحوذا الله تيري أبو الأسود الدؤالي باله أبو الأسود الدؤالي تابعي بو أها ميعي سواء اسكماقا ظالم بن عمر باليجا ظالم ظالم هادي لده الله فزكي واحد دلمير أي بوقتا وظلم لقبا وذلك وحالة اسم العالم لا معنى له هذا اسمه عالم إسكيا معنا ما لما لقمي لما فسره لكن ما يعيس ظالم ابن عمرو لكن كن يظهر عن كوي أبو الأسود الدؤلي مركز سوات النحو ذا اللو دجية سيدا كواكب الدرية كو قرن إيا غيره با من ذلك ما نقل عن الأب عن الأب عن أبي الأسود الدؤلي أن ابنته رفعت وجهها إلى السماء وتأملت بهجة النجوم وحسنها ثم قالت ما أحسن السماء بضم النون على سورة الاستفهام لبقى سال لوري سوات النحو ذا اللو دجي مذ وحي أهي ننك النحو ذا دجي وليير بأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بأمري أيا قبر تيسا أيا هبين وحي في رسا إرك مارك وحي ربت وحي أردت حدقها قروح ضوض يا دلالك تعجب بي ربتو إنا إذا الله محا عركك قروح بضع
markaasay maa axsanu samaa'i wat axsanu way goday asamaa'ina way hoos dhigtay samada maxaa qurxiyey wey marka waa su'aal isagana wuxuu ugu jawaabay nujuumuha xidigaha qurxiyey walaqad zayanna samaa addunya bimasaabiixa sooma nujuumuha faqaala lahaa yaa bunayata gabadhaydii wuxuu yihi nujuumuha xidigaha qurxiyey faqaala waxay tihi innamaa aradtu tacajub aaba taama rabi waxaan ka waday samada maxaa ka qurux badan alla qurux badanaaye faqaala allaha wuxuu yihi quuli dheh quuli waxaad dhahda maa axsana samaa'a maa axsana nuunkana kordhig asamaa'ana kordhig waftaxii faaka afka kala furbi maa axsana samaa'a samada maxaa ka qurux badan alla qurux badanaaye taas dheh maa axsana iyo maa axsanu waa godiyo kordhigun soomaa macnihiina waa isbeddel midna su'aal bay noqoto samada maxaa qurxiyey midna maxaa samada ka qurux badan qisadaa waa la sheegay marka waxaa la yihi markay qisadaa dhacday yuu cali bin abi daalib intoo wuxuu yihi innaka caruurteennibaa saa wax u khalday marka cali bin abi daalib baa wuxuu yidhi baa le intuu dhowr masaalo u sheego naxwada oo sidaa yeel oo sidaa wanxu haada naxw waddadaana qaadbi naxw ereygaasiba ka timid ba oo qaar waxay leeyihiin caliyu bni abi daalib baa magacaa bixiyey unxubi saas ku soc jihadaa unqaad markuu arrimo u yar sheeg qisadaa waa la wariyey sabab wadci naxwi inay sababtay abulaswadi du'ali gabadhiisa markay arrintaa khaldan ku hadashay isagoona wuu saxay kadib cali uu tegey biamri caliyi bni abi daalib ayuu ku dejiyeelay qisada labaad ee kutubta ku qoran kutub badan oo shuraaxda naxwada iyadana waxay ku saabsan tahay abulaswadi du'ali mar laba wa min dalika ayda maa samicahu abulaswadi du'ali min qaari'in yaqra'u qawlahu tacaala ina allaha bariun min almushrikiina warasuuluh meeshii la rabay faqara'a nin baa wuxuu akriyey biljarri hoos dheg wa rasuuli haddii la hoos dhiga subxaana allah maya soo macnihii bedeli maayo ina allaha ilaahay bari-un wuxuu beri ka yahay min almushrikiina gaaladu beri ka yahay wa rasuuluhu alla rasuulkiisana wuxuu beri ka yahay mushrikiinta haddaad wa rasuulihii dhahda mushrikiintii baad ku cadaftay subxaana allah macno qaldan oo khataraa soo baxay marka labadan la isku cadfay baa beri laga yahay noqon soo maa subxaana allah macnihiina saa maa nin saa aqrinaayuu maqlay fafazica min dalika abulaswad addu'ali wakhaafa cala allugati wakhaafa cala allugati alcarabiya abulaswadi du'ali waa argagaxay wuu cabsaday lugadii carabigana wuu baqay wa akhbara alimaam caliya bn abi daalib radia allahu canhu fa amarahu caliyun abalaswadi du'ali an yadaca cilma annaxw markuu cali bin abi daalib arrintii u geeyey cali bin abi daalib baa wuxuu amray wuxuu yahy abulaswadi naxwada deji welibana waddada uu u yar jeexale wanxu saasna ku socoy wad naxwadu horta sidaasay ku bilaabataa le sabab wadci naxw maadaama maanta makarafoon iyo ayna haysanin weyn labada masale ee kale aan ku khatimaaya masalada labaad masalada bacdu fada waxaan kaga baxaynaa bacdu fawaa'idi naxwi wa fadaa'ili naxwi naxwada faa'iidooyinkeeda qaar ka mid ah labo iyo sababta naxwada loo dejiyey arrintaa waxaan ku idaafaynayaa oo muhiim ah ayuha alikhwatu alafaadil naxwadu cimrigaaga waxbarashay soo koobaysa ereygaa muxuu yahay maxaa laga wada bini aadamku wuxuu jecel yahay xagga waxbarasha xagga nolosha inuu cimrigaagu dheeraadaa jecesha xagga nolosha xagga laakiin waxbarashada inuu cimriga intaad waxbaranaysa inay koobnaataa jeceshahay soo ma saa darteed baa macaahidii waxaa laga dhigi laba sano saddex sano jaamacaddii afar sano waa maraaxil soo ma haddii la dhihi lahaa jaamacaddan soddon sano wa mid baa beri leeyo toban sano oo aan shahaadana lahayn waa la ogaa wixii dhacay bini aadamku marka wuxuu jecel yahay xagga waxbarashada cimri kooban soo ma waqti kooban cimriga waqti naxwadu cimrigaaga waxbarashada ay soo koobaysa wax yar baad wax ku baran kartaa meel dhow fiir hadda wadaaddada waxaa iskaga dhex jira
dad soddon sano labaatan sano wadaadadun buu iska dhex booday waa nin wadaad u baal leh soddon sano wadaadadu dhex socda labaatan sano dhex socda hal kitaab oo cilmi ana looga qasdi maayo walaa arbaciin dadka uma faa'iideyn kara walaa fiqi shaafici kitaabka u yaraa safiina wax kitaab oo looga qasdi uu faa'iideyn kara ma leh wadaadadana wuxuu ku dhex jiraa soddon sano ama labaatan sano ama labaatan iyo shan limaada waddadii waxbarashadaa ka khaldantay naxwaba iskuma dhibin aad bered muxaadara muxaadiri wax soo dhegedhege iyo iska shee hawl unbuu ku jiray haddii muxaadaro u tahay waxaa la inuu wax ka afuufa haw kasi haddii kitaab loo dhibi iyarkaadi ninna ilaahay wuxuu waafajiyey wadaadada ka mid oo mid iyo laba iyo saddex ana badan inuu naxwadii bartay saddex sano uu ku dhex jiray naxwadii si tafannun naxwana waa inaad ogaataan muhiimaddeedu waa ajruumiga ajruumi haddaad si dhaba u fahanta naxwo waad fahanta inta kale waa sii badsow haddaa ajruumiga si dhaba u fahanto naxwo gacantaaday ku jirta naxwo gacantaaday ku jirta kawaakibu duriyaha magiciisa dhabta waa mutamimatu lajrumiya soma ajruumigii unbuu dhammaystirahayaa baa naxwo waa isla socota ninkana saddex sanuu naxwadii baranaayey alxamdu lilah naxwadii buu si fiican u bartay ahaadiitii buu bartay tafsiirkii buu bartay dhowr sano kadib ninkii caalim weeyeba kii kalena soddon sano unbuu walaahow ku jiraa waad garat iyo wareer wareer horta naxwadu faa'iidadaasay leedahay haddaad naxwo helin cilmi wax dhaaxa kama qaadaysid haddaada naxwo baranin cilmigaagu meel dhaaxa ma taa meel weyn ma tegaysid fahankaaguna waa fahmuhu can kulli cilmin muflis waa kaan marayn had fahankaagu waa iska naaqis waa daba go-an yahay naxwada horta waa idinku naseexaynayaa wakhti geliya cimrigaaga waxbarashay soo koobi doontaa cilmi kastoo shareecana way kuu faa'iideynaysaa way kuu sahlaysaa arrinta haddaan taa uga baxno labada masale ugu dambaysa masale waxaa weeye wakhtiga kitaabka loogu talagalay waa galabta khamiista bacda alcasri iyo galabta jumcaha bacda alcasri labadaa galbood way biidnillahi tacaala galabta khamiista sidan oo kale bacda alcasri galabta jumcaha bacda alcasri insha allahu tacaala hal saacna kama badinayna biidnillahi tacaala laakiin su'aalaa jiraay iyadu naxwo iyadu su'aal la-aan wax soconaaya ma ah qaadi iyo sheeke iyo raqaa'iq ma ah meesha iyadoo raqaa'iq kuma saabsana qawaacid wey qawaacid fooda la gelinaayo insha allahu tacaala inaan 11-ka ama 5-ta galabnimo rubcus u garanaayo ku gebagabeynaan rabnaa biidnillaahi tacaala waa labadaa galbood goobta lagu aqrinaa markii hore halkanaan rabnay bilowga hore kolley bilmunaasaba macalimiinta macadka qaar ka mid ah iyo niman kaleoo dhallinyaraa iga codsada marka waxaan islaa macalimiintaas macadka macalimiinta ka macad tartiil iyo rag kale oo kooban bay ahaayeen marka waxaan islaa halkan waa idin anfacaysaa moogti hadda laakiin waa inagu badatay alxamdulillah waa khayr horta waa ku faraxsanahay intanoo cilmi dalbaysa maasha allah allah idin barakeeya wax lagu farxo wey runta marka goobta bal sheekhana hadda waan la hadlay inaan ka soo tashanno markii hore masaajidkan inaan ku bilowno waan rabnay masjidkan dariskeyno waa masjiduraxmaan haddana insha allahu tacaala waa ka soo tashanaynaa laakiin kolley berri galabtii maadaama iska bilow yahay halkan waa imaanaynaa biidnillaahi tacaala usbuuca dambe intaan la gaarin laakiin jawaab waad helaysaan biidnillaahi tacaala taas waa xilliga la baranaayo goobtana insha allah hadda berri waa halkan biidnillaahi tacaala laakiin inaan dib ka soo xadidno wixii dambe oon ka tashanay u baahan hadda rag badan baa waxay fadhiyaan bannaanka gabdhana warkood iska bedaa masalada ugu dambaysa waa ardayga naxwada baranaya shuruudda aan ka rabo saddex shardi baa lagaa rabo saddexda waxa duun ku tacaluqma horta waa firi hal dollar waa badan yahay kun soomaali a lagaama rabo taa ma isla fahan shilin lagaa rabo ma jiro kala faa'iideysi waa waa fahantee sooma kala faa'iideysi waa berigan kutubtaad aragteena duubay tajwiidka kuwii hore nairobi baan ku duubay inaan laidin sheegay ma aqaan ragga qaar waaba joogeen maasha allah marka kitaabku markaan duubayo waxaan dhihi jiray firiwa
waxaan u maleeyaa ilaahay wuxuu ba noogu anfacay intaas khayrka ilaahay noogu waafajiyey almuhim horta waxa dunyaan la iskama rabo taa meel baan dhignay saddex shardi baa lagaa rabaa ninkii raba kitaabka inuu barto saddex shardi oo kitaabka ku tacalluqa lagaa rabo oo wax adduunye ku saabsanna ahayn ma faham shardiga koowaad ardada labaan u qaybin ardadaan qaybinay labaan ka dhigan mustamic iyo muntadi muntadi waa xerow jilib aasta wey ninkaan rabna waa ninkaas xerow jilib aasta ninka la rabo ninkaa aw mustamic booqasho dhegdhegaysi kaa waad naga iska soo booqanka warkaagu waa cadi mustamic isaga qaacidaan siin waxaa weye uxdur mataa shiita waqi mataa shiit adigu xor baata xor ow dhegdhegaysta ma tiido uxdur mataa shiita markaad rabtana soo booqo waqi mataa shiita markaad rabta iska maqnow adiga leewa mana lagu qoray qoraal ma jiro inta buugga laguguma qoray muntadin baa soo hadhay xerow jilib aasta ninka la rabo ninkan ninka la rabo ninkan wa inaan wax kale faa'iidna insha allahu tacala saddex shardi baa laga rabaa ninkaas koow shardiga koowaad waxaa weye iqtinaau lkitaab kitaabkii ajruumiga inaad wadato kitaabka la aqrinaayo inaad soo qaadato waxaan kaa rabaa matnigii keli ah matnigii keli ah iyo buuggaagii iyo qalinkaaga wax sharaxa lagaama rabo wax sharaxoo lagaa rabo haddaad rabta adu inaad sharax iska soo gaato sharax yaroo daxlaaniga iyo kuwa yareere mithaalada laakiin sharax bada ajruumiga shuraaxdiisu konta waa ka badanta hadda waxa lagaa rabo waa matniga iyo buuggaaga iyo qalinkaaga bas shardiga koowaad maxaana iqtinaau lkitaab kitaab inaad wadatood leedahay kitaab gooni ah kitaabkaaga iyo buuggaaga iyo qalinkaaga rab kow mata shardiga labaad waxaa weeye cadamu lqiyaab wacadamu taakhur ilaa licudri maqbuul inaadan maqnaanin soona daahin cudurdaar inuu jiro cudurdaarka maqbuulka waa laba almarad wasafar jiriya safar jiri allah naga hay safar ninba meel bay u joogtaa ibogta kaaso waa baab kale laakiin cadamu lqiyaab wa cadamu taakhur ha maqnaanin ha soo daahin ilaa licudri maqbuul cudur la ogelya cudurka maqbuulka waa almarad wasafar jiriya safar jiri allah naga hay shardiga saddexaad waxaa weye almuraajacatu cashirkaa inaad ka warqabto ood raacato naxwo kuuma baxayso haddaa intaa buuggii qaadiya kitaabkii khaanadda ku tuurto sanduuqa ku tuurto meel dhigto naxwo waxay dhaheen cilmu ljidaal cilmu lmunaaqasha waa cilmiga keliya waxay dhaheen ku bara koobadooda waaa macalinkii saasu saas ma dhee aniga sidanaa iqon ma qor ana sida doodaasi naxwo u baahan naxwo doodaasay rabtaaba ka heshaaba cilmu ljidaal wa cilmu lmunaaqasha ma garag shardiga marka saddexaad waxaa weye almuraajacatu raacasho sawaa-un kaanad fardiyatan aw jamaaciya sida fiican walaalaha la raaco koox koox intaa loo ballamo inta isku xaafad iska agdhow isku waqti ah in la isla raacday naxwadu ku fiicanta in la isla raacdo ayay naxwadu ku fiicanta ma garag haddaad taa weyda keligaa raacahta laakiin raacasho la-aan ha imaan raacasho la-aan muraajaca la-aan naxwo ma keenaysa muraajaca la-aan naxwo ma keenaysa laba qisaan marka idinku khatimaay aniga ajnuumiga horta dhowr jeer baan aqriyey bifadli illaahi caza wajala wa bitawfiiqihi ilaahay fadligiisa xeelad iyo xoog midna malihi laa xawla walaa quwata ilaa billah tawfiiq min allah laakiin waxaa iila cajab badnaa dadkaan u aqriyey nin aan qaraabo ahayn dhallinyaraa macalin buu ahaa marka wuxuu yidhi waxaan rabaa ajnuumiga inaad ii aqriso ninkii waxaan ku yidhi de naxwo waxaa la rabaa inay dad wadaa dad kale miyaad haysa may keliga inaad ii aqrisaan rabaan qaraabona waan ahay moogta waay arooti bacda salaa subax waan ballan nin laakiin xagga fahmada wuxuu ah khawaariqu lcaada oo fahmadiisa caadi ma ahayn dadka aada u fahmo badan ninkii ilaahay fadliga ajnuumiga hal mar baan u dhameeyey wuu fahmay horta hal mar unbaan u dhameeyey ajnuumiga bas bacda muddaa ninkii waxaan isku aragnay nairobi kin waxaana bal waran isagoo naxwadii aada ugu fiican hey horta dabadaa naxwo ma akrisaninba berigii baa ilaahay ugu anfacay waa afuufaa
مركو أرتا نكا سائلة عجبنا إله فضلي بتوفيق الله عز وجل أرنت قصة الله بعد مركا نحو ذا أنك برنين قصة الله سارواء نعذيك وختم عبري اعتبار أنا ير حقا نوان كيراني يرون هدوكم مثالي ما دوكسي القرآن كمركا كبحا قول بان قرآن كبراني بري دوكسي عادي ويوادقران إيسا مركا بريقا مركا دوكسي القرآن كتنما يصح مسجد كوحيا لوجينا صدح كتاب على وجب الأوى أجرومي 40 صفين مقر تاسع مركا أباه جزاه الله خيرا ذاتك آد نحوذ ويا قانوه لكن شيخ شيخ كده وين وقرابة على الجوجي مركا حي شيخ صار كعقر سنة سنة ذاتك ورئيس احترام جري وهذا على مركا نحوذي مع الله بالأوى رجع الله رعلا إنك قوي أربعناه مرك ويجوا قوي مال أي أصعتنا واجرموي مال أي أصعت يا مال أي كسر مدة كلا برجع وحنتجي إن كتاب كان نحو ذا أنك نية جبسن ونية دانو إبرتهاي قصة أنجري ما نلوج الشيك وحن الوير بالكاس تأجرومي جو حاسلام عفرتن روح حل روح وسلام تكقال marka adoo niyad jabsan oo ixsaayaadka xageela waa waxaan jirin ma nalo sheega marka adoo horta waxa soo haadiri dhidisan oo la kulli salaanta igama qaada iska taw marka waxaad imaanaysa adoo niyad bahaynin ba waa farisan wala billa ma la socota ma garanayn iyadoo halka aan marayn ya galabti baan marka meel ku cishin jir beriga horana kitaab kasta waa laba gal hal gal ma jir أما أروري الظهر بالأغنى أما أروري عصر بالأغنى كتابك الله بقل بالله الله بقل ها شم برينو سيدان لبي لبي بري هل ها ما يجر واحد مركة قلبة واحد سوستانوكو المعربات وقسمان راعاني ما لعنو دغاجنا نلا وإسو إيمان القريبا إسكو إيمان قلب وكلها ترفع بالضم وتنصب ما لعنو دغاجنا نلا نين مركة رقي كم إذا هل وحوير ما هل أنا دقاق جنانا والله أنا واحد فهمه بقى فهم ماهين نبى أمرك الله حرتي كم ذو حيد حالا رياضي أنا قرأتها وش هذا كل رياض فريه نحو ذا اللي يدي بيبي ما هل أنا دقاق جنانا والله أنا نبى وحيد أدر نحو الرياض ما تقاضي ما كري نحو الرياض ما تقاضي باشا قام زيد ما تعلم يضرب زيد العمر فرن نحوال يدي بي ورهوش النقص ومرت باش تاوارك تي مركا انكو فهم لا شيخ بري دويد انت كحضا لغا سيقار كيما مقاشين با امالين جامعة دار علوم بوديك جري رحمه الله تعالى شيخ حسين يرى الليه جري نعالم واها نعالم جزاه الله خير ورحمه الله تعالى رحمة واسعة أردب ضم بكعي فقه وآذ وأغن جل وهيران جل الأقصو شاقب أجرومي بالله مركوا ماشى عند جنهي لكن وحافظنا قدر حوا الله سعنا الله لقينا باوري برجع مجر يا موبل وحلا وضو من إرادي وح مجر هوشة مجر حاجة إسكب مركا أبتيجي بوحوي مثل يدي وحوير ويلكوا فهم بذي نحو ذا أنا هكوت حم تيورنا ما بفهم الآن لا إله إلا الله تينا إنا قلبتي واحد سوست أولي التاريخ ذا ميل شاقي وأقرنا يا أجرومي وباو الفاعل مرة والمضمر ضربت أنا قرا وضربنا أنا كاق وضربت ما له سعتنا ما قرنين أيان اسكتنا ما شو هذا جاي سنة ننحره ومركة ألفية مرة يا كعلنا يلي مركة شاقو عشر كده من كاسة كعلنا ننكي واحد إنا وحفان سن هم وذا مركز له ضربت أنا قرا وضربنا أنا كقرا كسع هلا برهوش أنا قرا على باش نية جب هو نحو وحكو علينا جرين ها لقار ربو والدك وكله وعينا البرتو يران واجرتا هو مرك والبيسين قوم نسكت قبسان المال إن المال أضرب حضب له بوقت وأنا من سكت نحفظ لي ضه إلى أتكفى مش هذا أنا نكلا أن لو دي بي
markaa su-aasha markuu na weydiiyey ninkii hela wuxuu leh allaa yacizak adii waalidkaa sharaf baad leh ma ku dhacday allaa yahdiig mid waa sii dhaqaaqayba waa dhaqaaqay berigaasaa naxwo ugu dambe beri dhaweyd baan sarana ajnuumi xilligii baaba ugu dambaysa waa dhaq marka naxwa halkaa idinkula dardaarmayo waxaa wey naxwa haddaad u carartaa leh beerkaaga kacmaysa wuu kusii yerini mogta naxwa waa inaad jilibka aastood fadhiisan laakiin haddaad u cararta waa sii rabta waa kusii erinaysa waa inaad naxwa meel uma socdo waxaa kaloo leh culimmadu dardaarmay waxaa leh dadka aan wax baranin dad waxaa jiraa le magacooda leh da' walba ku da' kaas lama rabaa da' walba ku da' mathalan ajruumi baa la bilaabay ajruumiga dowr baa la dhihi jiray berigii hore ajruumi baa la aqrinaa naxwadu waa lix kitaab saddex nadmi iyo saddex nadr inta soomaalidu caadiga loo akhriso saddex waa gabay saddexna gabay ma ah ajruumiga iyo kawaakibka qadriga saddexaa nathri wey gabay ma ah cimreediga mulxaa alfiihana waa nadmi waa lixdaa naxwada la akhristo mashhuurka soomaalida dhexda waxaa dhacay marka waxaa leh sheekhii baa dowr bilaabay dowrku waa markuu lixda kitaab ba isku xiro ajruumi uu ka bilaa ilaa alfiya dowr baa leeyaa dowr dadkii hore sabirkoodaa badnaayo ajruumigaa loo bilaabay ilaa alfiya jilibku aasaaya sheekh baa dowr bilaabayaa leh ninkii da' walba ku da' baa laga hadlaa sheekhu u bixiyey waayo waa la soo suxul duubay sidan oo kale lasoo buuxiyey kitaab markii la bilaabay waa aroos oo kale leh waa la buuxina moogta markii la bilaabay baabul icraam markii la maraayo waa baabkii labaad baabul kalaam haddii baab laga tiriyo kutubta inta badan baabul kalaam baab kama dhigaa wuu cararayba ninka baabul kalaam buu baabul icraam buu ku cararay fakan sheekhi ajruumigu dhameeyey waa la icraabay cimreedigii mulxihii kawaakibii qadri alfi dowr dhan buu kiciyey ninkii carraa waxaa lagu yihi sheekhi dowr labaad buu bilaabay xerti hore wuu kiciyey moogta hay hay waa soo suxul duubay waa cararay moogta adiga waa soo fadhiistay haddana markii la maraa baabul afcaal faka waa cararay haddana sheekhi dowr kalu waday moogta waa dhamey mar saddexaad baa le sheekhi baa dowr bilaabay wuu soo orday haddaan ka gaar marka wuxuu bixiyey da' walba ku da' goormaad guweynanaysa wey adiga mar kasta waa sii cararay waa soo cararay marka waxaa la yihi naxwo uma baahna da' walba ku da' in jilibka la aastaa la rabo inta waa taxriid iyo boorin jazaakum allahu khayran galabta halkaasay noogu khatiman tahay insha allahu tacaala bal booskiina waa ka fikiraynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam jazaakum allahu khayr xayaakum allah